ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. دكتور أيمن، كيف رصدت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية مقارنة بالسنوات السابقة للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؟ هو الحقيقة يا فندم، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الآن يقود عملية بناء الجمهورية الجديدة، يقود الشعب والجيش المصري. لازم نفهم أن الجمهورية الجديدة قائمة على ثلاث أسس رئيسية. أولا، الأخذ بأسباب القوة الشاملة عسكريا سياسيا واقتصاديا. ثانيا، العدل الاجتماعي. وثالثا، التنمية الاقتصادية. بالنسبة لأساس العدل الاجتماعي، هذا الأساس السيد الرئيس أولى اهتمام كبير جدا من أول ما تولى الحكم في 2014، وده كان واضح في أكثر من اتجاه. طبعا مبادرة حياة كريمة اللي احنا عارفينها، نعم، و يعني عملية تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري. لازم نفهم انه النهاردة العالم بيمر بأزمة تضخمية عالمية. هذه الأزمة جت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، لأنه نعم روسيا وأوكرانيا حجمهم في الاقتصاد العالمي مش كبير، ولكن هم بيصدروا المواد الأولية. هذه المواد الأولية اللي هي أساسا الطاقة، البترول والغاز الطبيعي والحبوب. فيعني تعثر إمدادات روسيا وأوكرانيا أدى إلى موجة تضخم عالمية في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم كله. يعني يكفي إنه الولايات المتحدة الأمريكية مثلا معدل التضخم فيها في يونيو 2022 بلغ 9.1%، وده علشان نبقى فاهمين هذا المعدل لم تبلغه أمريكا من سنة 82 من عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان. الاتحاد الأوروبي مثلا بلغ نفس النسبة 9.1%، لكن في شهر أغسطس 2022. والاقتصاد الألماني اللي هو اقتصاد صناعي إنتاجي ومنضبط ماليا بلغ التضخم فيه في نفس الشهر 8.8%. نعم. النهارده السيد الرئيس بيرصد هذه المتغيرات وهذه الضغوط الموجوده في العالم كله، وبيؤكد على حرص الدوله المصريه وحرص سيادته على محدود الدخل. ولكن لازم نفهم حاجه مهمه، ان هذه يعني الحزمه من الاجراءات، اجراءات الدعم الاجتماعي، ولازم نؤكد على ده، انه ما كانش من الممكن تحقيق أو يعني توفير هذه الحزمة بدون عملية الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بدأتها من 2014 من ساعة ما سيادة الرئيس تولى الحكم. يعني مثلا هذه أو مسيرة الإصلاح الاقتصادي عشان نبقى فاهمين، هي قللت عجز الموازنة العامة المصرية من حوالي 13.5% في 2013 إلى 6.1% من الناتج المحلي في 2023، مع تحقيق ما يسمى بالفائض الاولي. الفائض الاولي وهو ان الايراد الحقيقي ناقص النفقات الحقيقيه دون النظر الى فوائد الدين يبقى ايراد موجب. فهو كان 1.5% من الناتج المحلي في 2023. ده اللي مكن الدوله المصريه الحقيقه من النهوض بالتزاماتها تجاه محدود الدخل لمحاولة تخفيف الآثار التضخمية العالمية عليهم. برضو لازم نبقى فاهمين كويس قوي انه عملية الإصلاح الاقتصادي اللي احنا اتكلمنا عليها واللي مكنت الدولة المصرية هي الحقيقة قائمة على جناحين مهمين جدا. أولا، استيداء حقوق الدولة في الضرائب. وثانيا، ترشيد الدعم. وترشيد الدعم ليس معناه على الإطلاق وقف الدعم أو تقليله، ولكن معناه ضمان وصول الدعم للمستحقين، عشان مش انا النهارده كدوله بدعم الاغنياء او القادرين. في امر اخر، يعني التوازي ما بين الحمايه الاجتماعيه وجهود الارتقاء بمستوى معيشه المواطن. يعني بشان زياده مخصصات الحمايه الاجتماعيه لم تقتصر بس على قطاع بعينه، لكن بنجد ايضا قطاعات الصحه، دعم المواد التموينيه البتروليه، الاسكان الاجتماعي، وايضا المعاشات. كيف تقيم هذه المجهودات الموازيه لبعضها البعض؟ والله هي هذه المجهودات الحقيقه هي بتعبر عن شموليه الفكر الاقتصادي والفكر الاجتماعي اللي بتتمتع بيه القياده السياسيه، واللي احنا النهارده الدوله بتعمل من خلاله. بمعنى انه اولا مثلا لو بنتكلم على دعم السلع التموينيه، لازم نكون فاهمين انه مصر هي الدوله الوحيده في العالم اللي بتنزل كل سنه 90 مليار جنيه خبز مدعم.
النهارده احنا الدوله بتمول ده من موارد حقيقيه زي ما قلنا عن طريق استيداء حقوق الدوله في الضرائب، وزي ما سياده الرئيس قال قبل كده انه يعني مش هيبقى في بعد كده تهاون مع الخطا، مش هيبقى في بعد كده تهاون مع التهرب او مع يعني التهاون في حقوق الدوله. شموليه فكره القياده السياسيه في التعامل مع الازمه، هذه الشموليه على فكره مش بس في برنامج الحمايه الاجتماعيه لكن وهو الاهم في توفير فرص عمل وفي التنميه الاقتصاديه. يعني لو هدي سيادتك مثال، مثلا المعدل البطاله في مصر قل من 12.5% في 2016، النهارده بقى 7.4%، يعني قل بمقدار 5.1%. ده حضرتك لما تضربيها معدل كبير. نعم، ولما تضربيها في قوه العمل اللي هي 30 مليون مواطن، يعني وفرنا فرص عمل لتقريبا 1.5 مليون مواطن. ولكن الاساس في ده كان برنامج المشروعات القوميه اللي سياده الرئيس تبناه ودفعه بقوه من ساعه ما تولى مقاليد السلطه من اجل رفع كفاءه البنيه التحتيه عشان اقدر اوصل بعد كده الى الاقتصاد الانتاجي والاقتصاد التصديري. عظيم. وده بقى النهارده بنشوف مبادرات دعم الصناعه، مبادرات مثلا زي مبادره ابدا لتوطين الصناعه، توطين مكونات الصناعه، مبادرات دعم التصدير، كل ده عشان اقدر استفيد من عمليه البنيه الاساسيه اللي احنا عملناها علشان نقدر نصل الى الانتاج والتصدير. عشان السيد الرئيس قال قبل كده في احدى لقاءاته انه احنا عايزين نطلع بالمواطن المصري من دائره العوز. عشان اطلع بالمواطن من دائره العوز انا مش بس عايز اديله دعم، لا، الدعم ده مؤقت، لازم نتكلم بصراحه. انا المواطن مش هيقعد طول عمره عايش على دعم، ولكن الدعم ده شيء مؤقت. عايزين المواطن يقدر يكسب، يقدر يبقى صاحب دخل ويساهم في الموازنه العامه للدوله من الضرائب اللي بيدفعها، ضرائب عن غنى وعن اقتدار. بالفعل دكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.